اوف نورمال ليبر. طبعا هنراجع النورمال ليبر على فكره نفس الكلام بتاعها بس هزود بعض الكلام. احنا عندنا كام ستيج اوف ليبر؟ ثلاثه. فيرست ستيج، سكند ستيج، ثيرد ستيج. كنا قلنا الفيرست ستيج ده بتاع السيرفايكال ايه؟ بالاتيش ويفيسي. السكند ستيج خروج البيبي، الثيرد خروج مين؟ بلاسنتا، وما تنساش مين؟ ميمبرين. تعال نشوف الفيرست ستيج ده بياخد قد ايه في البرايمي وبياخد قد ايه في المانس. كنا خدنا جدول كده، ده بياخد قد ايه وده بياخد قد ايه. المالتي اسرع طبعا من البرايمي، بتاخد من 6 الى 12 ساعة. امال البرايمي من 12 ل 18 ساعة. طيب الريت بتاع السيرفايكال دايليتيشن كنا خدناه، يعني بتوسع قد ايه في وقت قد ايه؟ يقول لك البرايمي 1.2 سنتيمتر بير اور. امال المالتي 1.5 سنتيمتر بير اور. ده كان الريت. طيب انا عايز بقى اسرعه، يعني عايز اسهل الولاده دي. اظن كلمه كوندكت يعني ايه؟ يعني انا عيانه بتاخد 12 18 ساعه عايزها اسرع، واحده بتاخد 6 12 ساعه عايزها اسرع، اعمل ايه؟ رقم واحد ادي ابيديورال. عارفين الابيديورال انالجيز دي بتخلي عيني في عالم اخر، فدي بتساعد على السيرفايكال ايه؟ ده نتيجه. ايوه بس لازم العيان توافق، يعني فيك تقول لك اه حط لي ابره في ظهري، اصل في ناس بتخاف منها جدا. هقول لها حضرتك هحطها لك، تقول لي اه. على فكره بتخلي العيانه مفيش انكزايتي، مفيش قلق، فيبتدي عنق الرحم ايه؟ يفتح. الحاجه الثانيه بفرقع الكيس اللي هي امنيوتومي. انتوا عارفين ليه بتفرقعوا الكيس طبعا؟ عشان اطلع مواد اسمها ايه؟ بنزين يخلص على الولاده. بس ليه شروط بقى؟ وده سؤال حلو قوي. امتى فرقع الكيس؟ يعني لما تبقى العيانه صباعين ولا ثلاثه؟ طيب ايه الشروط بتاعتها؟ هما شرطين. الشرط الاولاني لازم تكون معديه 6 سم، يعني 3 صوابع. ما تفرقعش قبل كده. اصل انا فرقعت قبل كده مش هستفيد حاجه، لان ممكن الكورد ايه؟ ينزل جنب راس البيبي. انا عايز افرقع بعد 6 سم، ولازم شرطي لازم تكون الراس لابسه على مين؟ على السيرفس. يعني اذا لقيتها عاليه كده ما تفرقعش، لازم اتاكد ان الراس لابسه على السيرفس، عشان اذا انا فرقعت ونزل الكورد يبقى انا السبب. يبقى الشرط الثاني هيد ابلايد اون ذا سيرفس. يبقى دي شروط الامنيوتومي. دي حقيقي سؤال بناخده في الاندكشن اوف ليبر. لما يجي واحد يقول لك انت هتبتدي ولاده او بتاوجمنت ولاده، تفتكر تعمل ايه؟ هقول له هفرقع الكيس في وقتين بعد ما اعدي كام سنتي. والشرط الثاني لازم يكون الراس لابسه على دي. بقى انت عارف لما تفرقع الكيس هيحصل ايه؟ هي نص ساعه تدخل كشك، تلاقي بالظبط الصبعين التانيين ما خدوش ثواني عشان البنزين اللي بيطلع له البروستا ايه؟ جلاند. طيب سكند ستيج كنت بقعد في الكشك قد ايه؟ حد فاكر؟ في البرايمي قد ايه؟ في المالتي قد ايه؟ حتى كنت بديها فرصتها في الاوكسيتو بوستيريور. البرايمي من ساعة إلى ساعتين، المالتي من نص ساعة إلى ساعة. الكلام ده وهمي، بس أنا ممكن أساعده بحاجة. إيه هي؟ إيبيزيوتومي. سؤال بيجي في الإم سي كيو، هل الإيبيزيوتومي ده روتين؟ أيوه. يعني واحدة برايمي لازم يتعمل؟ خالص. على فكرة أنا ببص ممكن يكون عندها إلاستيك برينير، مش لازم أعمله. يعني الابيزود ده بيتعمل امتى؟ كان في وقتين. وانت ايه ماكسيمال ستريتش ذا برنيم ولا 3 4 سم بينهم من راس البيبي من الفالفر؟ كانوا الاثنين ينفعوا، فاكرين؟ يعني الاثنين صح مفهومين في النورمال ليبر. اما يبقى ماكسيمال ستريتش البرنيم والحاجه الثانيه 3 ل 4 سم باين من راس البيبي. طب ثيرد ستيج بقى بياخد في الاثنين تايم واحد، حد فاكرهم؟ من 10 الى 30 دقيقه. المانجمنت بتاعها الاكت طبعا هتكتب هنا اكت، كتاب الاسم كاتب ايه؟ ايذر سبونتينيوس. سبونتينيوس ده كونزرف، ده بطبطب عليه انا عايز اخلص. يبقى انا برشح انهي نوع؟ المتسرع. حد فاكره؟ دونت ويت ساينز اوف بلاسنتا سيبريشن. ادي الجومترين لما الاقي ادي شولدر بان الانتيريور، وبعد كده اشد بحاجه اسمها كنترول كورد تراكشن. اتكتب هنا. يبقى انت بتكتب الاكتف مانجمنت اوف ليبر. طبعا ده ما يجيش تحريف، بس انا استفدت من ده حاجتين، امنيوتومي وشروطه، ان الابيزوتومي نوت روتين. على فكره دي الاستفاده، غير كده مفيش اي حاجه خالص. نبتدي بقى النهارده ابنورمال ليبر، جزء غبي بتحل بيه الحالات. على فكره ده اللي بتحل بيه الكيسز. اه ليه؟ عشان بتقلل انكزايتي. اي واحده قلوقه عنق رحم بتاعها بيحصل فيها.
بيقفش. فقالوا اه دي بتضيع الوجع وفي نفس الوقت بتساعد على السيرفايكال دالجيش. تعالى بقى نشوف ابنورمال ليه. مش ناخد النورمال الاول؟ حد يفكرني كان في رسمه كده ان اليوترس بيتكون من كام جزء؟ جزئين. ابر ايه؟ سيجمنت ولور سيجمنت. راجع نورمال الاول. الابر سيجمنت اكتف. يعني ايه اكتف؟ اندرجو كونتراكشن اند ريتراكشن. اللور سيجمنت باسيف اندرجو ستريتش اند تيننج. حتى قلنا اللي واخد الدوميننس مين؟ فاندس. اسمها بولاريتي اند فاندل دوميننس. طيب امتى اقول فيسيولوجيكال كونتراكشن؟ الحاجات دي كلها نورمال. خدناك يعني امتى اقول انا دخلت في طلق كويس؟ كم طلقه في العشر دقائق؟ ثلاث طلقات في العشر دقائق، وكل طلقه بتقعد من 50 ل 60 ثانيه، والبريشر من 50 ل 60 مليمتر اف مركري. الكلام ده تالف نورمال ليه؟ انا باخد النورمال. يبقى ما حد يقول لي ايه هو النورمال عشان افهم اب نورمال. تمام؟ هتقول له ان الابر يوتراين سيجمنت اكتف واللور باسيف. هتقول له ان اللي واخد الابر هاند مين؟ الفندس، وكل عضلات بتكونتراكت مع بعض. الكام طلقه اقول عليها في السيولوجيكال كونتراكشن؟ ثلاث طلقات في العشر دقائق، وكل طلقه بتقعد دقيقه، وما تنساش البريشر من 50 الى 60. تعالى نشوف اب نورمال. اب نورمال ليبر اول حاجه اوفر اكتيفيتي. يعني ايه اوفر اكتيفيتي؟ بدل ما بيجي لها ثلاث طلقات في العشر دقائق بيجي لها 10 في العشر دقائق. ده ايه ده؟ ورا بعض ما بتريحش. دي اسمها اوفر اكتيفيتي. عكسها اندر اكتيفيتي اللي احنا هنشوفها اسمها برولونجد ليبر. ما هو اذا جالها الطلق ده هتولد في ميعاد محدد، اذا قل عنه هتطول، يبقى اسمها برولونجد ليبر. يبقى لا اما اوفر لا اما ايه؟ اندر. طيب اوفر اكتيفيتي في حالتين، اذا كان في اوبستراكشن قدامها. افتكر ليه؟ اذا كان مفيش اوبستراكشن يطلع موضوع اسمه ايه؟ يعني الطلق بيكونتراكت زي المجنون. اذا لقى في حاجه سد الطريق عشان يوفركم الاوبستراكشن عمل كونتراكشن. ادي سؤال في منتهى الاهميه، اوبستراكتد ليبر. طبعا دي حاله في منتهى الاهميه، على فكره دي اهم واحده. يعني اهم واحده هشرحها النهارده هي دي، اوبستراكتد ليبر. عظمتين اللي هي الايسكال سبان سدين الطريق، واليوترس اتجنن عايز يطرد البيبي مش عارف، دي ممكن تاند ايه رابشر يوترس، هنشوفها دلوقتي. امال نو اوبستراكشن، تخيل واحد عم طلق طلق نار، مفيش حاجه واقفه قدام البيبي، هيحصل ايه؟ صاروخ. دي اسمها ايه دي؟ بريسيبيتد precipitated labor، ودي برضه تحريك. بس ده موضوع صغير. precipitated يعني ايه؟ ولدت في اربع اماكن، فاكرها؟ على السلم، في الاسانسير، في الحمام، في التاكسي. هم الاربع اماكن دول. دي بتولد اقل من كام ساعه دي؟ اربع ساعات. يبقى دي بتولد بعد 24 ساعه، ودي بتولد قبل اربع ساعات. طيب بعد البرولونجد ليبر حاجه اسمها ديستوشيا. يعني ايه كلمه ديس؟ اوبستراكتد تطوشيا ولاده، يعني اوبستراكتد. ما هي دي. ايوه بس هنا السبب بقى، لا اما سيرفايكال ديستوشيا يعني عنق الرحم هو اللي قفش مش راضي يفتح، لا اما شولدر ديستوشيا اللي سمعناها قبل كده مع مرضى السكر، ان الراس عدت مين على ايه؟ او النهارده هنعالجها بقى، لان تيجي حاله واحده عندها شولدر ديستوشيا ازاي انزل البيبي بدون ما اقتله حتى. اخر حاجه بقى حلقه عامله زي الساعة الروماني، ذكرناها في كذا حته في المنهج. عامله كده. ايه ده؟ دي اسمها كونستريكشن رينج، او اسمها الثاني كونتراكشن ايه؟ رينج. عايزين بقى ناخد موضوع، على فكره موضوع صغيره جدا، اطول واحد فيهم مين؟ اوبستراكتد ليبر. كده من عندي بيجي يقول لي قول لي الاب نورمال، اكلاسيفاي واشرح واحده. طبعا اهمهم مين قلت؟ اوبستراكت. لا اما اتجنن اوفر اكتيفيتي، لا اما هيتي برولونج هنشوف دلوقتي اسمها انيرشيا، لا اما حصل ديستوشيا سيرفايكال او شولدر، لا اما حصل حلقه اسمها كونستريكشن ايه؟ رينج. ناخد اول موضوع الاهبل ده، بريسيبيتد ليبر. هو ايه البريسيبيتد ليبر؟ عيانه بتولد زي الصاروخ تكح تولد. تفتكر العيانه دي مالتي ولا برايم؟ يعني ولدت اقل من كام ساعه؟ بريسيبيتد ليبر اقل من اربع ساعات. حتى الديفينيشن مكتوب عندك رابيد اكسبالشن اوف ذا فيتس، ان البروسيس اوف ليبر بتاخد اقل من كام ساعه؟ ثلاث ساعات اربع ساعات. تعالى بقى نشوف بيحصل في المالتي ولا البرايمري. ليه؟ بصراحه انا شفتها برايمري مع ان مكتوب في الكتب ايه؟ مالتي.
اولا المالتي عندها قدره الكحه تولد. ليه بقى؟ الرحم بتاعها بيكونتراكت. دي بحجمه ايه؟ ممكن صغير مع مفيش ريزيستنس صواريخ خارج خالص. يعني ما تنساش لاك اوف ريزيستنس كونتراكشنز خرافيه بيبي صرصار هيطلع بره زي السلو. الموضوع الوحيد اللي في المالتي ده كل اللي جاي برايم خلاص. يبقى كده كل الابنورمال ليفر في البرايم عدا مين؟ البريسيبت. يعني بقول لك بعد شويه واحده عندها كونستريكشن رينج تقول لي مين؟ برايم. ليه؟ البرايم دي حاله تجارب. الراجل اتضايق لما يعمل حلقه، لما يقفش يعني ديستوشن، لما يطول في الولاده. اكثر عيانه عرضه للابنورمال ليبر البرايم ما عدا ده ان ايه؟ مالتي. من كتر الولادات بقى بتولد بسرعه. مع ان والله شفته في البرايم اقول يوجوالي مش اكيد. السؤال الوحيد اللي بيجي تحليله هسمعه دلوقتي كومبليكيشنز. ايه مشاكل البريسبتد ليبر؟ هو ده السؤال اللي بيجي فيه اصلا. هتقسمها حاجتين ماتيرنال وايه؟ وفي والماتيرنال بنحفظها بجمله هتخلص لي حاجات في الالات. ان شاء الله في سؤال في اخر السنه لازم يجي الالات لازم. يقول لك كومبليكيشن اوف فورسز كومبليكيشن اوف فينتوز. هم دول على فكره. يبقى انا بذكرهم من هنا في الابنورمال نيوترال اكشن. طلع ان اتش اللي هي اتش اي اي ار وانا الف جنبيها اتش هامرج ايا كان نوع اي انجري. الاي اللي بعديها حاجتين لا انفيرجن لا انفكشن. يبقى الاي اللي بعديها بلخبطه يعني ان شاء الله في الفورسز هنقلها انفكشن. ها اخر ار اسمها ريموت. يعني ايه ريموت؟ يعني كومبليكيشن هتيجي ليتر اون. يعني نمسكها واحده واحده ونفهم البريسيبتد ليبر ليه بيجي لها بوستبارتم هيمرج. انتوا عارفين ليه بيجي لها بوستبارتم هيمرج؟ ما بيلحقش يبقى ايه؟ اتومي صح؟ يعني العيانه دي بيجي لها اتومي. فاكر من اسباب البوستبارتم هيمرج الاتومي اوفر ديستنشن اللي بقى في اي وزودنا سببين جراوند مالتي بارا وبريسيبتد ايه؟ قلت لك ليه البريسيبتد ليبر بيحصل لها اتومي عشان ما حضرهاش بيبي بلاسينتا يوترس ممكن يقلب وما يحصلش ما فيش وقت يحصل ايه؟ كد يبقى اتونيك. طب ليه تروماتيك؟ زي الصاروخ. انا ما اقدرش اعمل سبورت تعرف انه انا بلدغ بس ها؟ لان اذا عملت سبورت ممكن يطلع من الناحيه الثانيه مش هزار. يعني ما تنساش هنا تروماتيك ليه؟ بيبقى طالع زي السكينه روح اعمل كده روح قاطع لك البرينيك. يبقى اتونيك اند تروماتيك. طيب انجل طبعا اوف بيرث ايه؟ كمان انت ما عليك تخيط الهباب اللي حصل. طيب اي انفيرجن اوف ذا يوترس ليه؟ خدنا من اسباب الانفيرجن ذا كومنست كوز از ايتروجينيك. بس اذا كان هيقلب سبونتينيوس كان في حاجه اسمها بريسيبتد ليفر دي كان اهم واحده. بيبي كورد بلاسينتا رحم فاكرها؟ يبقى ان هو ما تنساش انفيرجن اوف ذا يوترس. طب ريموت العنب دي ليه بيجي لها بيربرال سيبسس؟ سؤال صعب جدا. هي بتولد فين؟ الشارع معقم تاكسي ايه رايك؟ قعده الحمام معقمه يعني قصدي اقول ايه؟ تولد اماكن غير نظيفه فعشان كده بيجي لها بيربرال سيبس. اللي هيسمعهم ان شاء الله هناخد فورسز هتيجي يقول لك في كتاب الالات قول لي ايه هي الكومبليكيشنز هتقول ايه؟ هامرج انجن انفكشن ريموت كومبليكيشن عشان ما تنساش. طب بنتوز نفس الكلام بس هغير يعني ايه برضه هامرج انجن انفكشن اند ريموت. نيجي للبيبي ونفكر ليه البيبي بيجي له انتراكرينيال هامرج؟ سهله جدا. ليه؟ ممكن تروما على الارض يعني ممكن الشطافه بتاع الحمام راح وقع عليها على الارض وهي واقفه كده بوم راح وقع. بس في حاجه ثانيه هي سادن كومبريشن دي كومبريشن ما طلعش بهدوء. يبقى ما تنساش سببين لا اما تروما زي ما انت قلتوا لا اما سادن ها كومبريشن دي كومبريشن. طيب نيجي بعد الانتركرينيال هامرج انجري طبعا وقع على الشطافه ها وقع على الارض يبقى انجري يبقى انجري وانتركرينيال. طب ليه اسفكسيا؟ سؤال صعب. حد يعرف ليه اسفكسيا سببين دول؟ اول حاجه ايه ده؟ انتركرينيال هامرج. ولا انتركرينيال مش هيعمل ايه؟ اسف. ايوه بس في حاجه ثانيه. هل بتاع التاكسي بيعرف يشفط؟ لا. هل معاه شفاط في التاكسي احتياطي؟ ها؟ هل في الحمام في شفاط اشفط للبيبي؟ فكده بيحصل له اسبيريشن اوف ايه؟ سجن. يبقى كمان مفيش ساكشن عشان كده دايما بيبقى ايه؟ اسفكسيت. نعم. لو
حاجه انت افتكرته مثلا بعد 10 دقايق هو كان اسوسييتد. ايوه وقال لك سوري مان هو بيضايقني جدا. ايه ربنا ياخدها. يبقى ده ايه زي ما اتفقنا ايه اسيكس. الايه اللي بعديها افالجن اوف ذا كور. افالجن اوف ذا كور ايه الافالجن ده؟ لان البيبي لما طلع مره واحده والبلاسينتا في مكانها كان قوي يروح مفكوك من بطنه. دي مصيبه دي اسمها افالجن اوف ذا كور. طب لسه بقى لازم يحط بصمته. قال لك بريسيبت ليبر بريتش بقى تفتكر ايه اللي هيحصل؟ بطنه الطريه هتعدي من ايه؟ ان كومبليتلي دايليتد ايه سيرف شولدر طريق هيعدي مين هتعلق؟ يبقى هنا مكتوب عندك تحت هنزودها بقى عشان الكتاب لسه ما يزعلش هيد انترابمنت في حالات مين؟ البريتش. طبعا حاجه يعني ده اذا كان نازل بالبطنه ايه النحس ده بريسيبت وبطنه كمان خلاص. تعالى بقى نشوف الكومبليكيشن اللي هيسمح دي بتيجي بس جيب كل الطب طنطا. طب احنا مالنا بيكرروا الاسئله اتش هامرج اللي هي بوسبارتام هامرج اي انجري اي انفرجن ار ريموت. ان شاء الله في الفرصه الصغيره تبقى ايه مفيش. هنا اتنين بالاي اللي هم انت كده هامرج وانجري اتنين بالايه اسفيكسيا افالجن. ولا تنسى ايه هيد انترابمنت في حالات البريتش. ده كان ناقصك سؤال الصبح صح؟ عشان امسح اسمك متمسحه اهو احنا مسحنا بس ده اللي هم اللي مسحوا وحظي ممكن تقولي كومبليكيشنز كده صعب ماتيرنال وفي ماتيرنال اول حرف كان ايه بس اول حرف ايش ايش بوست بارتام هيموريدج. ايوه انجري للبرسكنال بروبسس. طيب البيبي ده بيبي حصل له انتركرينيال هيموريدج وانجري و اسفيكسيا والايه الثانيه افالجن اوف ذا كور. عندنا بقى التريتمنت ما تنساش تحط كده الاسم. التريتمنت اول حاجه بريفنشن ازاي يمنعها. في ملحوظه انت ما تعرفهاش اللي تولد قبل ميعادها هتولد قبل ميعادها اللي تولد بعد ميعادها هتولد بعد اللي تولد بريسيبت كل مره ايه؟ يبقى سألت لك انا ولدت في التاكسي يا دكتور انا ولدت في الحمام اقول لها ايه؟ انا هحجزك في المستشفى ادمش ان هوسبيتال اذا كان عندها هيستوري اوف ايه؟ بريسيبتد ليبر. صعب جدا تكتشف. تقول لك المره اللي فاتت ولدت في المستشفى في الـ في, الـ في التاكسي هيك هحجزك عشان اول ما تكحي تولدي يبقى انت في المستشفى. امال بقى اكتف حد يقول انا هشوفها قبل الولاده ولا بعد الولاده مني؟ على فكره بعد انا نفسي اشوفها قبل يعني افترض حجزتها في مستشفى يبقى انا عارف انها هتولد انا بشوفها قبل. احنا كومن اللي بنشوفها ايه؟ بعمل ايه بعد؟ يعني انت ولدت البيبي بعمل ايه؟ حولت البلاسينتا خلاص وخيط الهباب اللي انا عملته واجيب دكتور اطفال يبص على البيبي يعني اكزامين الماذر والفيتس فور انجريز. ليه بندي اوكسيتوسين؟ خايف من بوسبارتام ايه؟ هامرج. شرحنا في اتولي يا تنساش انا بدي اوكسيتوسين عشان بوسبارتام. تعال هنا شفتها قبل فرصه فيرست ستيج ليه بديها ابيديورال؟ ليه بديها ابيديورال في فيرست ستيج؟ انا خايف تحزق خلاص ولك البيبي اصلا بيطلع زي الصاروخ ها؟ إذا حزقت كمان ده تبقى مصيرة ممكن يخبط في الحيط خلاص؟ هنعمل إيه؟ أنا أقول يا رب ده اللي بديها ساعات توكوليتك عارفين إيه توكوليتك؟ حاجة تريلاكس وتشيل إيديك من عليها. أيوة ها؟ لا لا مش لازم مش لازم كده كده وأنت موافق عادي خلاص؟ مستسلم عشان دايخ صح؟ طيب يبقى نقط الفيرست ما تنساش كلمة إيه ها؟ إبيديورال أنرجيز ولازقين في بعض القاعة فاضية أنا مش فاهم. لا والله أنتوا لازقين في بعض إيه؟ هو اللي ما معكش كتاب يحضنك؟ الكلام غريب. الحمد لله فلت انا هو اللي قال لي على فكره اللي وراك بيقعد يقول لي ايه؟ يبقى نقط الفيرست ستيج حاجه اسمها ايبيديورال انرجيز. طيب سكند عاجبك كده؟ بس انا برضه يعني شجعت ماليش في ال انا بس انت ما بتجيبهمش هنا صح؟ سكند ستيج تعالى بقى نشوف سكند ستيج عارف هتعمل ايه؟ يا ريت
تو كنترول خروج راس الفيبر ده غلط اصلا. واوعى تقول انا احذائي اهو افويد ايه؟ افويد بيرنج داون. هي اصلا مش هتحزق ليه؟ لان انا مديها ايه؟ ابيديورال. قال يقول لك طلع الراس بهدوء، كلام وهمي على فكره، انا ما عليا الاوف ما مش هزار. البيبي طالع زي الصاروخ بس انت بس ايه تنشل تاخده. يبقى ما تنساش هنا الكنترول هيد ديليفري ده بالنسبه للمانجر. السؤال الوحيد التحريري كومبليكيشنز بس، يقول لك جيفن اكاونت اون كومبليكيشنز اوف بريسبتد ليفر اللي هو سمحنا. نيجي بقى بعد كده على كونستريكشن رينج. ايه بقى الكونستريكشن رينج دي؟ برضه موضوع صغير، هي مواضيع صغيره ما عدا الاوبستراكتد ليفر. حلقة اسمها لسع روماني كونستريكشن رينج، او اسمها الثاني كونتراكشن رينج. الديفينيشن بتاعها بيشرح كل حاجه. يعني يقول لك بيرزيستنت، كلمه بيرزيستنت يعني مش هتفك الا زدت حاجه. بيرزيستنت لوكالايزد في حته واحده، هنا او هنا او هنا، المهم لوكالايزد. انيولار حلقه. سباز افتكر علاجها ايه؟ قلت سباز انتي سبازمودك، هتشوف الاسكوبان بدي الاسكوبان تفك. طب ما فكتش هنيمها. يبقى ما تنساش بيرزيست لوكالايز انيولار سباز اوف انر سيركولار ماسل فايبرز اوف ذا يوترس. حاجه صعبه جدا. يعني الحلقه الداخليه هل انا هشوفها بعيني؟ يعني دلوقتي نفترض واحده بتولد قدامي وهي تمت جوه، هل انا هاخد بالي؟ فهسألك بعد شويه ازاي اعمل لها دياجنوز؟ صعب اكتشافها جدا، انت لا يمكن هتشوفها. هي مشكلتها في انهي عضلات؟ انر حلقه كده تلبس بقى حوالين النك بتاع بيبي، تلبس حوالين بلاسينتا، يعني الحلقه دي قفشت كده مره واحده. يبقى بيرزيستنت لوكالايزد انيولار سبازم اوف انر سيركولار ماسل فايبرز اوف يوترس. اسال تفتكر في انهي عيانه، برايمي ولا مالتي؟ هو السبب غير معروف بس هو دايما بيحصل في مين؟ برايمي. عارف امتى؟ الرحم ما يحبش حد يلعب فيه. يعني اديتها اوكستوسن بعبط، مال يوز اوف اوكستوسن. واحده عايزه افجرها اديتها 20 وحده اوكستوسن عايزه اخلص، راح الرحم قال لك طيب وراح قفش. خلاص وما يحبش حد يلعب فيه او يضايق. بدخل ايدي الف بيبي اسمها انترا تراين ايجو مانيبيوليشن، حاجه اسمها انترنال بودالك. انا وانا بدخل ايدي جوه كده راح قفش. هو ما يحبش حد، بيقول لك ما يحبش حد يلعب فيه، خاصة مين؟ برايم. افتكر اسألكوا سؤال بدون ما ابص في الورق، بيحصل في الفيرست ستيج ولا السكند ستيج ولا الثيرد؟ يعني كونستريكشن رينج دي تحصل أكتر في الفيرست ولا السكند ولا الثيرد؟ الثيرد غلط. السكند غلط. اني ستيج، خلاص ما تنساش هنا اني ستيج. على فكره بيحصل في اي ستيج عشان جاتك في الانسكيو، يحصل في الفيرس زي السكن زي الثيرد. طيب تفتكر بيلف على انهي جزء من الفيديو؟ يعني نيك ولا ريك ولا اي دي بارت؟ هي كلها اني، يعني اني بارت خاصه النيك. حد يقول لي يموت ولا لا؟ لا بلاسينتا فاكرينها دي؟ اه. لا هو بياخد منين؟ من الكور. مهما حد خنق نفسه قدامك في الامتحان هتقول له بياخد دمه منين؟ من الكور. تفتكر في انهي ليفل؟ بين الابر واللور ولا في الابر ولا في اللور؟ ترانس لوجيك بينهم. لا اني ليفل. ها يعني ما تنساش كلها ايه؟ اني، يعني اني ليفل بس غالبا بين الابر واللور. يبقى ما حد يسالني عليها عشان دي هقارنها بالابستراكتد ليفل. الابستراكتد ليفل بقى ليها ستيج محدد، ليها ليفل محدد. خلاص عشان كده لازم افرق بين دي والابستراكتد. طلع ازاي تو بي دايجنوز؟ حد يقدر يقول لي كلمه ازاي هعملها دايجنوز مع انها لا بتتشاف ولا بتتحس من بطن العيان؟ هي كلمه واحده. في دكتور عندنا بيقول لنا دايجنوز ذا باي اكتبها بايديك. ايه بقى كلمه تخلص صعب تشوفها خالص؟ يقول لك دايجنوز ذا باي سسبشن. يعني ايه سسبشن؟ هشك ازاي بقى؟ هحكي لك هشك ازاي اللي انا عندها دي. اول حاجه فيرست ستيج، لقيت واحده جايه تولد عنق الرحم وقف على ثلاث صوابع، كونتراكشنز قويه، خلاص حجم البيبي صغير، حوض واسع، كل حاجه كويسه، حتى ما فيش شورت كورد، والاقي عنق الرحم وقف بدون سبب، يبقى مين وقفته؟ دي بقول لك سسبشن اشك. يبقى انا اقعد هلاقي الريست
بدون سبب للسيرفايكال ايه ولا العينه قالوا ولا اي حاجه خالص، يعني عيانه سويتابل انها توسع ومره واحده وقف اشك ان يكون حصل ايه كونستريكشن ايه. طيب سكند لقيت عيانه في كشك الولاده فولي دايليت، رحت جايب فورسبس وشي مش راضي ينزل، مع ان حجمه صغير ومفيش اوبستراكشن خد واسع خلاص، ومتاكد انه مش شورت كور، وقاعد اشد مش راضي يجي معايا، يبقى مين قفش عليه؟ هي كل ده يشكك اسمها ايه دي؟ فيلد فورسبس او اسمها فيلد فينتوز. كلمه فيلد يعني انا ركبته على بيبي انديكيت انه ينزل وما نزلش، يبقى غالبا في ايه؟ حلق. ثيرد جيت اولد البيبي بعد كده لقيت المشيمه ما نزلتش، حتى كنا رسمناها كده كان في كده كنا عاملين الرسمه دي هناك في الريتيند بلاسنتا الريتيند سيباريتد، ان ممكن يكون ريتيند بلاسنتا قعدت اكتر من قد ايه؟ 30 دقيقه، وانا بولد لقيت قعدت 30 دقيقه مش راضيه تنزل، غريبه، مع ان انا متاكد انها فصلت لان الرحم ايه؟ صغر ودم نزل وكرده طول وهي ما بتنزلش، يبقى غالبا مين قفش عليها؟ تفتكر بقى ليه النواب عندنا بيدوا بسكوبان روتين؟ فهمتوا بقى؟ عندنا في مصر يعني بندي نصبة روتين، عارف يعني ايه روتين؟ نصبة ده او سبازموسين، علشان احتمال يحصل مين؟ وعمري ما هكتشفها، فاحنا بنديها روتين، نعم. ايوه لقينا اصل لازم اليوترس بالكامل يكونتراكت اند ريكتراكت عشان يشدها، اما بتلاقي لقينا سكر المصل قفشت فبتمنع التيكنج اب بتاع السيرفيس، فتروح واقفه بقى على كده. السؤال بقى هنا هو ليه بيدوا في النواب عندنا؟ روح شوف النواب تلاقي مره واحده كده عمل ايه؟ كوكتيل كده بيتيدين مخدرات مع بوسكوبان، وروح مديه للعيانه الكوكتيل ده تلاقي العيانه بتوسع زي الصاروخ. ليه؟ عشان عمرها ما هيحصل لها حاجه اسمها ايه؟ كونستريكشن رينج. علاجها طلع ان العلاج بتاعت الكونستريكشن رينج التريتمنت بتاعها ان انا حدي انتي ايه؟ انا قلت سبازمون، واذا كانت بتاخد اوكسيتوسين ده كتب الاسم وقفه، يعني اذا كانت بتاخد اوكسيتوسين ما انت ضايقت، مش احنا قلنا مال يوز اوكسيتوسين؟ اذا اديتها اوكسيتوسين ولقيت حصل الموضوع ده حاجه من الثلاثه دول وقف، ودي انتي سبازمون فشل، ادي ايبيديورال انالجيزي كده انا مش حاسس خالص بنايم كله فشل. نيجي بسؤال قديم بقى، حدي ديب انستيزيا دواء اسمه هالوثين سمعناه في حته، او اسمه فلوثين وانا بكرهه كدكتور نسر. ممتاز في الانفيرجن. احنا قلنا موضعين في المنهج ادي هالوثين، اللي ما حضرهوش عادي. هم الهالوثين ده بكرهه، ده ماسك. الماسك ده بيعمل يوتراين ريلاكسيشن. افترض بكحت عيانه وبتاع التخدير عايز ينام ويصحي بسرعه. يروح مديها الماسك قدام يفوق تفوق. انا بالنسبه لي الماسك ده بيعمل ريلاكسيشن للرحم فبيجيب دم، انا مش عارف الدم ده مني ولا منه هو. فبتلاقيني على طول تلقائي اقول له غور بالعيان خلاص كده بالظبط، انت منيمه فلوتين؟ طب والله انا شغال واقع كوانتي ايه المشكله؟ وامشي. هو بقى يروح بيصوت تعالى ويروح منيمها لي دي. الحل الوحيد اقول له ارجوك هالوثين هي مين؟ كونستكشن رينج وانفرجن اوف ديتر، وانا بعمل ريدكشن. يبقى سؤال بقى في الامتحان، هالوثين في المنهج امتى؟ كده خلص. ما تنساش في مين؟ كونستكشن رينج، وخدنا موضوع اسمه انفرجن اوف ديترس. طيب العيان دي اديتها هالوثين برضه ما فكش، هعمل ايه؟ تعالى بقى نشوف السيزيريا بتتعمل ازاي. مش الحاله اهي، افتح كده ولا كده؟ افتح كده ولا كده؟ ده سؤال في القيصريه بناخده مع الفايبرز كده صح؟ واقعد اشرطها كده طبعا. يبقى بعمل فيرتيكال لور، ودي الانديكيشن الوحيد اللي في المنهج فيرتيكال لور، يعني ادي الحلقه لوجيك اقطعها كده؟ لا اقطع كده، كده قطعتها وخلصنا. يبقى انا بعمل انهي نوع من القيصريه؟ يعني من جوه، فهفتح بالطول وخلاص، ما انا متوقع انها موجوده، فاروح اعمل ايه؟ امتى ديتكت دي؟ بحط ايدي جوه العينه الاقي في ايه؟ كونستكشن ديتكت فاجينا. يبقى بعمل انهي نوع من القيصريه؟ ما تنساش ايه؟ فيرتيكال لور. وما سؤال في الانسكيور، ايه الانديكيشن اوف فيرتيكال لور؟ اصل حاجه غريبه، يعني انت عندك الرحم اهو، لا اما بفتح كده دي اسمها لور، لا اما بفتح كده اسمها ايه؟ ابر. دي بقى فيرتيكال لور تيجي في الانسكيور. يبقى انا طالما عملت فيرتيكال لور يبقى انا بقطع رينج اسمها ايه؟ كونستكشن رينج تحريري. مواضيع الصغيره دي مهمه جدا، اللي هي اسمها كونستكشن رينج. شو بقى سيرفايكال ديستوشيا ده موضوع لا يمكن يجي تحريره، لا يمكن شفوي. واحكي لكم قصته حصلت معايا.
ايه بقى السيرفايكال ديستوشيا؟ سيرفايكال ديستوشيا وبستراكتد ليبر سببها عنق الرحم. ايه بقى قصتها؟ بيقول لك في واحده جايه تولد معايا، لقيت الطن نار، لقيت البيبي حجمه صغير، لقيت الحوض واسع، بس عنق الرحم مش هيفتح. يعني الريست اوف سيرفايكال دايليتيشن ان سبايت اوف جود يوتراين كونتراكشنز. طلع ان الموضوع ده نوعين، لا اما اورجانيك وده اي حمار هيكتشفه، لا اما فانكشنال. يبقى عندي السيرفايكال ديستوشيا نوعين، لا اما اورجانيك. اورجانيك ده اي حمار. هديك مثال، حد يقول لي ايه ده؟ خدناه ده ايه؟ سيرفايكال فايبرويد. هل العينه دي صعبه اكتشفها؟ يعني انا بفحص حالي حاجه عامله زي البرميل بيسموها ايه؟ علاجه تفتكر ايه؟ اشيل الفايبرويد؟ واحده بتولد دلوقتي وفيها ورم ليف وحامل، اروح لها اشيله عشان ينزل؟ يبقى هولد ايه؟ سيزيريا. اكتب لي بقى اسباب ثانيه، اكتب لي اسم. هيل سكار. هيل سكار زي ايه؟ انا وانا كنت بولد عيانه قبل كده رحت قاطع عنق الرحم، فالسكار ايه؟ ضعيف، فواقف قدام راس البيبي حله برضه سيزيريا. او استينوتيك سيرفكس نتيجه الاوبريشن، سمعت عن عمليه اسمها فادر جيل؟ خدناها في البلاد. عملت امبيوتيشن عنق الرحم، هيلد باي ايه؟ فايبروز، حله سيزيريا. انا قصدي ده اي حمار هيكتشفه، اي سبب، طالما حاجه اورجانيك سهل اكتشافها يبقى حوالدها ايه؟ مشكلة في ده. فانكشن بيجي في البرايمي، احنا اتفقنا ان الموضوع الوحيد المالتي مين، عشان انا بذاكر بريسيبتد. تاني موضوع كونستريكشن رينج في البرايمي، ده برضه في البرايمي. البرايمي دي حال تجارب. البرايمي زي انا شفت دماغها انسى، حصلت معايا انكزايتي قالوها. كان في واحده في مستشفى هنا اسمها مستشفى ال محمود، هنا في اول مصر القديمه، كنت زمان كنت مولدها، كنت بولد. المهم جات لي مرات مدير المستشفى تولد، طبعا قالت تعالى واقعد معاها وانا جاي لك في الطريق، وما كانتش موجود. المهم هي راحت هناك لقيتها بالظبط ثلاث صوابع. ثلاث صوابع يعني كام سنتيم؟ سته. دي خلاص دي اكتف فيز. قلت اركب اوكستوسين ونخلص قبل ما هو يجي، يا ريته ما كان جه. على فكره هي ثلاث صوابع، انا قلت هقعد ساعه وامشي. لقيته جه بقى، راحت ايه؟ قلبت بقى على الوجه الثاني، وصوتها جاب اخر المستشفى، انت جيت يا منيل غير، ما لسه بدري وانت حاسس بحاجه؟ طب والله ما انا والده. وقفشت، ادخل جوه افحص ثلاث صوابع، اقول يا رب طب اعمل ايه؟ خلاص يبقى عندك. قلت له طب حضرتك اختفي، يعني اختفي من قدامي. قال طب والله ما انا والده لك، وصوتها بقى جاب اخر المستشفى. المهم قلت له طب ادخل جوه، امسك ايديها، اقول لها حاولي ده انا المره الجايه، اي حاجه يعني، المهم ايه؟ نبدل، انت مره وانا مره. المهم جه يمسك ايديها حماته بقى، انت جاي طب والله ما هي والده دي حماته. فطبعا الست مخها جزم، اديتها بيتد المخدرات مع المستشفى بتاعته، اديتها بيتد ان عنق رحمي بتاعتع، مش هحاول برضه هي دايخ. على فكره العيال دي ولدت العصر قيصريه. انا قصدي اقول ايه؟ بيبي صغير عنق رحم كان كويس، حوض، هي مخها جزمه. يبقى ما تنساش هنا دي اسمها فانكشنال، علاجها سيداتيف انالجيزيا. هتقول لك برضه مش هتولد، يبقى هتولد في الاخر. او ده اسمه فانكشنال، ده نوع ممتاز. ها ايه؟ بص، وعيانه نشفت دماغها انسى، تقول لك مش حاولت. اسمع كلامك، ها انا مش حاولت، فبتقفش كده مهما اديتها حتى مخدرات. والله الرسم دي كانت شكلها مدمنه، ها اديتها بيتد المره وخفت ازود، لان بيبي ممكن ياخده يحصل له ريسبيراتوري ديبريشن. ده سؤال السيرفايكال ديستوش، الشطاره اكتشف اورجانيك ولا فانكشنال؟ فانكشنال ده انكزايتي، قلقه، هتقفش. ايه مشاكل السيرفايكال ديستوشيا؟ اذا جات لي تحريم هكتب مشاكل اوبستراكتد ليه، ولسه ما خدتهاش، بس حاجه وهم كده. انيولر ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس، حد متخيله؟ حاجه وهم. بص، البيبي قلب بيولد كده وعنق الرحم قافش على كام صباع، اي حاجه صباعين، الراس البيبي بتضغط على عنق الرحم، الحته دي كلها حصل لها اسكيميا، راح عنق الرحم وقع زي بصلايا كده مدوره اسمها انيولار ديتاتش. دي عمري ما شفتها، ده اكيد مخه جزمه، لان اكيد الدكتور شاف واحده الراس مش راضيه توسع، هيعمل ايه؟ سيزيريا. لا ده صبر لغايه اما الحلقه وقعت، فاهم؟ بتلاقي شكلها عامل كده، ادي عنق الرحم كل ده وقع كده حته واحده، فاهم؟ طبعا حاجه فيري 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 ايه؟
حصل اسكيميا للجيش اسمها انيولار ديتاتشمنت اوف ذا سيل، عمرك ما هتشوفها. ها ده كلام وهمي في الكتب. نيجي بقى لاهم جدول، جدول غبي. كتاب الاسم مش عنده جدول، بس بصراحه كاتبه بطريقه ينفع جدول. الجدول ده بتحل بيه الحالات. احنا عندنا هناخد بقى prolonged labor، طبعا اللي هيسمعه مدى الحياه هيكتب اسمه ايه. فبقى ركز معايا كويس جدا، هروح ساله سؤال حاله واقول له الحاله دي ايه اسبابها ايه علاجها. احنا قلنا prolonged يعني طولت، لا اما prolonged any stage first، لا اما second، لا اما third. حد يقول لي الفيرست ستيج ده كان فيه تو فيزز تانيين، حاجه اسمها ليتنت اللي هو كان اسمه ايه بطيء واكتف سريع، وكنا رسمنا الكيرف بايدينا دي حرف اس كده اسمه سيجمويد، فاكينه. انا بقى عايز اعرف prolonged latent first stage، بتيجي حل prolonged active first stage prolonged second prolonged، ازاي اعمل لها دياجنوز؟ ايات الجدول ازاي اعمل لها دياجنوز؟ بصراحه عاملينه بطريقه عشان للتسهيل، حتى هما بيغيروا الارقام في الكيسز عشان يجيبها لك زي الجدول ده بالظبط. امتى اقول prolonged latent اللي هي ايه؟ ده الدياجنوز. اول سؤال، يبقى اول سؤال ازاي اعمل دياجنوز للثلاثه؟ الليتنت فيز اقل من كام سنتي؟ حد فاكر؟ اربعه. فاكر لما قلت لك البطيء ده بيبقى اقل من كام سنتي؟ اربعه يعني صباعين. امال وانس عدى اربعه سنتي يبقى اسمه ايه؟ اكتر. حد يعرف الديوريشن بتاع الليتنت فيز ان برايمي والمالتي؟ خدناه هناك. لا 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 ما كانش كده، طب اقول لك ليتنت ما اقولش كله. الليتنت فيز بيبقى كام في البرايمي كام في المالتي؟ افكركم في المالتي كان 4.5 ساعه، كان في البرايمي 6.5 ساعه. امتى اقول برولونجد؟ والله الكلام ده كتبته هناك، يعني ده الارقام النورمال اللي مكتوبه في النورمال ليبل. يبقى في المالتي 4.5، في البرايمي 6.5. امال امتى اقول برولونج؟ في المالتي اكتر من 14 ساعه، في البرايمي اكتر من 20 ساعه، هو ده اسمه برولونج ليتنت فيز. يعني جيب لي حاله واحده قاعده في الليتنت فيز بالظبط كده 30 ساعه، يبقى ايه برولونج؟ ونشوف بقى اسبابه وعلاجه. فهمت؟ الارقام دي زي اسم اللي هيسمعها بالارقام. جات لي عيانه 2 سنتي يبقى فاني فيز ليتر، قعدت 2 سنتي ديت ما لا يقل عن 21 ساعة، يبقى العادة دي ايه؟ prolonged ليتر. فهمتوها؟ طيب نفترض active phase. الactive phase ده افكرك كان البرايم بتوسع قد ايه والمالتي بتوسع قد ايه نورمال؟ كنا لسه قايلين النهارده 1.5 دي مين؟ مالتي. 1.2 برايم. امتى اقول prolonged؟ زائد اقل من 1.5 ان مالتي، اقل من 1.2 ان برايم، اروح قايل برولونجد اكتف. يبقى لازم احدد ايه ده. طيب تعالى لهنا كشك، احنا وانا قاعدين قدام الكشك قدام العيانه، تفتكر كام ساعه في البرايم كام ساعه في المالتي خدناها؟ كان من نص ساعه لساعه في مين؟ في المالتي. من ساعه لساعتين الى في البرايم. امتى اقول برولونجد؟ اكتر من ساعه في المالتي، اكتر من ساعتين ايه برايم. اخر واحده ما انتوا عارفينها كويس قوي، مالتي وبرايم ده سين من كام لكام؟ من 10 ل 30 ايه دقيقه. اذا زاد عن كام اقول ريتين ده بقى بلاسينتا، ليه؟ اكتر من 30 دقيقه، هو ده اللي بيسموه برولونج ثيرد. كده عرفتوا بقى الارقام؟ الحالات ماشيه كده، يعني انت معظم الحالات اللي بتجي لك في الابنورمال ليبر هم دول. يقول لك لإما الليتن زاد عن 14 حاول تحفظ معايا في مين؟ في المالتي. أمال 20 في مين؟ في البرايم. إن العيانة أقل 1.5 سنتيمتر في المالتي بتوسع، أو أقل من 1.2 سنتيمتر في البرايم. هنا أكتر من ساعة في المالتي، أكتر من ساعتين في البرايم. هنا أكتر من 30 دقيقة. طب الأسباب، أول خير إيه أهم سبب للبرولونج الليتن؟ تقول له كده inadequate analgesia. يعني العينه ما بتاخدش بيديورا، تمام؟ على فكره البيديورا بتساعد، يعني اول ما العينه تقرب من 4 سم حقيقي ادي ده تلاقيها بتوسع زي الصاروخ.
او يكون الرحم نايم، لاما هايبوتونيك انرشيا لاما هايبرتونيك انرشيا. دي بيسموها ايه في كتاب الاسم الاثنين دول مع بعض؟ inadequate uterine contraction. هتقول ازاي هايبرتونيك؟ خدناها في حته هايبرتونيك انرشيا. يعني بص هايبوتونيك انرشيا يعني الرحم ايه؟ نايم نايم، يعني طلق بارد بالعربي كده. امال هايبرتونيك انرشيا فيها طلق بس ما بتولدش. خدناها في حته والله في الاكسيدنتال هيمرج. فاكر لما قلت لك جيبوا كلكم تزقوا عربيه من ناحيه واحده في دايركشن واحد، فروحوا واقفين ونزقوا ايه مره واحده هتلاقيها بتطير. بس انا جبتكم لفلتكم حوالين العربيه، كل واحد بيزق وقت ما هو عايز. هنا ده بيزق ده بيريح، في زق بس العربيه هتتحرك. ادي اسمها هايبرتونيك انرش، ان كل عضله بتكونتراكت وقت ما هي فيعتبر انرش ما بتولدش. دي بتكونتراكت دي بتريلاكس دي ايه علاج دول بقى ونخلص؟ ما هو انت عرفت الاسباب هتعمل ايه؟ تريتمنت. حد يقول لي انادكوت انالجيزي قد ايه؟ ادكوت انالجيزي هو الحاله تجيلك كده. طيب هايبوتونيك انرشي قد ايه؟ طلق بارد اوكسيتوسين. امال طلق نار قد اكسوسين؟ تتجنن اكتر. مش كل عضله بتكونتراكت يقول لك تريح العيال، يعني اديها اديها سيداتيف خلاص، اديها انالجيزيا ابيديورال، تلاقي الرحم نام وبعد كده ابتدي على نظافه. يبقى انا الهايبرتونيك انرشيا هديها سيداتيف وانالجيزيا كده. انا علاجت الثلاثه. نيجي بقى اكتب مع سكند. كتاب الاسم الحمد لله كاتب الاثنين سبب واحد، الاكتف فيز والسكند برولونجد سكند. لاما كوز في الباسنجر، لاما كوز في الباسج، لاما كوز في ايه؟ في الباور. الاثنين مع بعض يعني هشيل الخط ده كاتبين نفس الاسباب. افتكر كوزز في الباسنجر زي ايه؟ بيبي فحلي بقى ماكروسوميا طبعا مش هيعدي، دي اول حاجه. رقم اثنين بيطول الاكتف فيز. طيب عكسه باسج كونتراكتد ايه؟ اللي هو الاثنين مع بعض اسميهم ايه؟ كيفال وبلفيك ديس بروبورشن. امال باور اهي لان ادكوت يوتراين. على فكره دي في الثلاث اسباب، يعني في الثلاث مراحل اذا انت كتبت السبب ده صح، اللي هو الام هايبوتونيك او هايبرتونيك ايه؟ ان ادكوت يوتراين كونتراكشن اللي هي هايبوتونيك وهايبرتونيك انرشيا. علاج ونخلص. هعالج دي لوحدها ودي لوحدها، دي لسه بتوسع، دي في الكشك. اذا انا فحصت العينه دي ولقيتها فيها سي بي دي، السي بي دي اهو كيفالو بلبيك ديسبربورشن اول دي سيزيليان، انت مستني واحده 5 سم ولقيتها فيها سي بي دي يبقى اعمل ايه؟ قيصري. طيب نفترض ان السبب ان ادكوت يوتراين كونتراكشن، حد يقول لي اعمل ايه؟ يعني مفيش سي بي دي، لا اما حدي ها اوكسيتوسين لانهي نوع؟ الهايبو. لان مادي سيدتيف وانالجيزيك لاني نوع للهايبر بس هتولد. يبقى اذا كان السبب انرشيا هعمل دول. نيجي لهنا سكند. سكند يقول لك شوف راس البيبي انجيج ولا لا؟ ما هي فولي دايليتد خلاص. اذا لقيتها نوت انجيج معناها فولي دايليتد هعمل ايه؟ سيزاري. طب انجيج في حركه حلوه قوي، يا اما هزق يا اما هشد. على فكره الاثنين مع بعض ودي اوكسيتوسين كمان، يعني انا هركب اوكسيتوسين عشان اخلي الطلق نار يزق البيبي. ده غير كده اقول لها احزقي يبقى ده زق بيرنج ايه؟ داون. واركب ايه واشد؟ فورس. يعني هعمل ثلاثه، يبقى هدي اوكسيتوسين واخلي العينه تزق وانا ايه؟ اشد كده. على طالما البيبي عدى الاسكال ايه؟ سباين. امال هنا دي انت واخدينها ايه اسباب لونج ثيرد؟ برضه inadequate ها يوتراين كونتراكشن اللي هي مين ومين تاني؟ هايبوتونيك وهايبرتونيك. يبقى زي دلوقتي وانا مذاكر بقى الثلاثه اتكتب فيهم ايه؟ inadequate uterine contraction او adherent placenta. خدناها حاجه اسمها اكريتا انكريتا بركريتا. هتقول لي المانجمنت اعمل ايه؟ حد ايه في الهايبوتونيك؟ اخصوصا حد ايه في الهايبرتونيك؟ سيداتيف وانالجيزيك. طيب احاول افصل المشيمه صح؟ ما فصلتش هيستريكتومي فاكرها؟ يبقى وهفصلها ازاي؟ بطريقتين، يا اما كنترولد كورد تراكشن يا اما مانيوال سيباريشن. نفس الكلام اللي خدناه في الدين سي بي فور ده مش مرض خدناه ها؟ يبقى ما تنساش ده المانجمنت بتاعها. هجيب لك حاله وحد هيحلها، يعني هاجي اقول لك عيانه 4 5 سم يبقى في انهي ستيج؟ اكتف خلاص؟ وعلى فكره العيانه بتوسع نص سم كل ساعه.
اي كان بقى برايمري او مالتي، يبقى دي برولونجد ايه اكتف فيز. ما تنساش اسبابها باسنجر باسنج باور، علاجها سي بي دي، هعمل سيزاريان، مفيش هعمل ايه ادي اوكسيتوسين او سيداتيف. في حد عنده سؤال فيها؟ الجدول ده غبي، مكتوب في كتاب الاسم تحت بعضه، اذا عملتها جدول هتفتكر، تحت بعضه انسى. مين يحب يجاوب بقى؟ اقول له حاجه كامله، قول لي prolonged second stage اللي في الكشك ازاي اعمله دايجنوز؟ ايوه، والبرايمي والمالتي من ساعه. طيب ايه الاسباب؟ زي ممتاز باسج ممتاز باور زي ايوه هايبرتونيك انيرشا او هايبرتون. طب العلاج انت قاعد في الكشك غلط. غلط سكند ستيج غلط. ما خلاص اذا كانت انجيجد ها، واذا كانت نوت انجيجد. نوت انجيجد اعمل ايه؟ زين. طب عدت الايسكال سباين فورس لما تحزق ودي ايه كمان؟ اوكسود. تقدر تقول لي فيرست ستيج ليتن اذا جبته ممكن ليتن برولونج. طب احنا عايزين البرولونج برولونج ليتن، بتقعد البرايمي اكتر من صح؟ غلط. نعم لا هتعدي دي بقى، هتعدي كانت مشكلتها زقه بس. هو طالما عدت الايسكال سباين انا ممكن اعمل فاندر بريشر، بس مش عايزين يكتبوها في التبريس. تمام؟ يعني اصل بصراحه ممكن تعمل رابشر يوترس، انت ضغطتي غلط. فالصح ان انا اعمل ايه؟ اركب اوكسيتوسين نار بقى ده البيبي خلاص، فاهم؟ واخلي العين اقول له احزقي معايا واركب ايه واشده؟ فورست. سوري معلش ده كان ازيد من 20 ساعه في البراد ليتن. يعني ركز انت فين في الجدول. ها؟ نيجي بقى على شولدر ديستوشيا. شولدر ديستوشيا نعم. الاكتف فيز اكبر او يساوي 4؟ لا اكتر من 4، مش هيجيب لك رقم 4. مش هيجيب 4؟ لا طبعا. خلاص يعني هقول لك لا اما اقل من 4 لا اما اكتر من 4. تعالى بقى نشوف مع بعض ده يبقى غيتت يعني. شولدر ديستوشيا موضوع كان بيجيبه الدكتور جمال عبد السميع صور، صوره الراس خرجت ومين علقت؟ شولدر. افكرك الديفينيشن بتاعها delay in delivery of shoulder after delivery of head، يعني الراس خرجت مين علقت؟ الشولدر. نسبتها اقل من 1%. طبعا دي غلطه الدكتور، يعني كان حقه في الاول اما الاقي بيبي فحل يولده ايه؟ سيزاريا. اسبابه اسباب الماكروسوميا. ايه الريسك فاكتور؟ بص بقى هتحفظوها هنا وفي المنهج، يعني لما نيجي ناخد ماكروسوميا كلمه ضمب وتقوله في الامتحان ضمب. ضمب دي مكتوب في كتاب اسمه فرناندو ارياس، ده كتاب اجنبي، وكاتبين الجمله دي تطلع بيها اسباب الماكروسوميا دي. خدناه دايبيتس، فاكرين اليفانت اوف دايبيتك مادر او اوبيزيتي، هي مليانه فهو قدها اوبيزيتي. ام مالتي بار، طلعت ان المالتي بار اول بيبي كل، تاني بيبي ياخد عليها ياكل اكتر، تالت بيبي اكتر، لغايه ما الرابع بقى تلاقي قدها. بي على المدرسه بوست ماتيور، ده بيدخل كي جي وانا على طول، ده قلل مليان قاعد متربي جوه 12 شهر. يعني ما تنساش هم اربعه ماكروسوميا في المنهج مفيش خامس. دي دايبيتس، او اوبيزيتي، ام مالتي بارا، بي بوست ماتيور. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في الشولدر ديستوشن؟ قبل ما اقول هو حصل ايه؟ طلع ان البيبي الراس بتخرج مين بتعلق؟ حاجه في الام حاجه في البيبي هتحصل. الام اذا حاولت تشده قوي هيحصل لها ايه؟ بيرث انجر. اذا حاولت تشده او اكسر له حاجه هيحصل كمان بيرث انجر. في مين؟ في البيبي. ليه بيحصل له اسفكسيا؟ يعني ايه؟ راسه عدل والشولدر ايه؟ قدامك خمس دقائق
خلاص علشان تعدي الشولدر لما يجي له مينتال ريتارديشن 10 دقايق الله يرحمه دي حقيقه. يعني البيبي وانس طلع بره هياخد نفسه وانت كاتم عليه مش قادر ياخد نفسه فالبيبي ده بيجي له اسفيكس ده مصيبه. عشان كده لازم اعمل مانجمنت سريع. اول ما نقول شولدر ديستورشن تلاقي العمال بيجروا بيعملوا حاجه هوريها لك دلوقتي. تعال بقى نشوف ايه سبب الشولدر ديستورشن ايه اللي حصل. تعالوا نركز كده. احنا قلنا البيبي بيبقى في انهي دايامتر حتى فاكر بعد ما راسه تطلع الاوبليك ده انهي شولدر انتيرو ده بصي مش بيبقى اوبليك. بعد كده الشولدر بيلف ومين بتلف معاه تلقائي اسمها ايه دي اكسترنال روتيشن فاكر الحركه دي. طيب اول ما يحصل اكسترنال روتيشن يحصل امباكشن يعني يقف وقف في انهي دايامتر انتروبوسير عشان ايه عشان الشولدر ده حك في مين ورا هنا في سيرفيس بيوز ده كتاب الاسم. يعني بيقول لك ان السبب بتاع الشولدر ديستورشن ان البيبي وقف في انهي دايامتر انتروبوسيرور وراح مسك في البوستيرور سيرفيس بتاع مين السيرفيس بيوز فتلاقيه طلع وبعدين الشولدر عمل فيه ايه رجعه اسمها ايه ساينز بيقول لك تيرتل ساين كاتبينها في كتاب الاسم. يبقى انت الراس تطلع وتروح راجع تاني حلها بقى. تعالوا بقى نشوف المانجمنت بالترتيب. رقم واحد بريفنشن ان شاء الله هتنسوها. على فكره انتوا دايما تنسوا البريفنشن. انا ليه امنع ازاي امنع واحده عندها السكر لسه واخدينها النهارده اللي هو جيستيشنال دايابيتس او دايابيتس حد يقول لي اكونترول السكر اثناء ولا قبل عشان اكونترول الماكروسومين اثناء يبقى هعمل كنترول اوف دايابيتس ديورينج بريجنسي عشان اخلي حجم البيبي صغير. طب نفترض فوجئت بماكروسوميك اولد ايه سيزيري هو ده الصح. اما حكيت بقى هيعدي الراس وان شاء الله هلحقه كلام وهمي. تعالى بقى نشوف اول طريقه اسمها ماك روبرت سكين. اوريكم بقى الكلام الوهمي. تخيلوا العيانه البيبي اهو والشولدر اهي. شوف انا هعمل ايه بقى. هجيب رجل العيانه الاثنين ناحيه راسي الاقي عامل مسك الرجل دي كده وجابها كده وعامل مسك تخيل دي الستة هي دي الستة ها يمسك رجليها كده وكده حتى هي بتفاجئ رجليها جنب راسها ها مره واحده. تفتكر ليه اما رجليها جنب راسها الشولدر يعدي؟ بص انا عملت ايه؟ انا شلت كده خدتوا بالكم؟ يبقى انا عملت ايه في الدايمتر ده؟ زودته فيبتدي مين يعدي؟ الشولدر. بس في نفس الوقت يا ريت تعمل كده ايه ده؟ سوبرا بيوبيك بريشر عشان احاول اعدي الشولدر منين؟ يبقى دي اسمها ماكروبر. تاني يبقى ماكروبر دي بعمل فليكشن اوف ذا ثاي ناحيه المادر ابدومين وفي نفس الوقت واحد بيعمل جنتل بريشر سوبرا ايه؟ بيوبيك فشل. انا ادخل صوابعي بص هعمل ايه؟ همسك الشولدر ده ولا ده؟ اي واحد همسك واحد فيهم والفه جبته في انهي دايمتر؟ في الاوبليك اسمها وود كورك سكرو اسمها كده يبقى وود كورك سكرو انا اجيبه في الاوبليك دايمتر فشل اعمل ايه؟ ده بيبي بيموت كده اروح جاي حاطط ايدي ورا اندر انستيزيا واجيب انهي دراع؟ بوستيرو ليه ما جبتش الانتيرو؟ الانتيرو ما فيش سبيس السكرم ورا ايه؟ اوسع يبقى ادخل جيب البوستيرو الارم خلاص؟ بعد كده الدايمتر ده يحصل فيا طالما طلعت على البوستيرو هيقل فينزل طيب فشل دي اسمها ديليفري اوف بوستيرو الارم. نيجي بقى لزافانيلي بقى شوف اسمه حتى زافانيلي ها؟ عارف ايه زافانيلي؟ ده الحلم الحزق راسه ولده قيصر. على فكره اللي بيتولد عمره ما بيرجع الراجل ده وهمي ها اللي بيخرج ما بيرجع ده كمان في موديفايد زبانيل اللي عايز يعرفه بمسك راس البيبي بفورس بص كده 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 ان شاء الله في مره هتلاقيه طلع فوق قال والدته ايه سيزيري. طبعا بسيبك من الهبل ده انا هعمل زافانيلي بيحبوها جدا ايه زافانيلي ان حريضه اريفليس الراس كلام وهمي وولده قال ايه سيزيري. اخر حاجه هكسر دي ايه دي كلافيكل دي مش مكتوبه كتاب اسمها كليدوتومي دي على فكره بتفرق جدا اذا انت كسرت له دي حصل ايه في الدايجرام قال اروح مكسر كمان دي ها وبعد كده ابقى اصلح ها يعني ما تنساش ان ممكن اعمل كليدوتومي وولد البيبي. احنا هنقف عند ديت خلاص ان شاء الله آه نعم بصباعي سهل اه